الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. شفت المقطع القرآن اللي نزلته قبل شوي؟ هذا جايني على الخاص، وجزاه الله خير اللي أرسل لي، وترى نشر كثير من الدعاة. والله ما نجد مثل القرآن لتليين قلوبنا، لا كلام فلان ولا سناب علام، ما في مثل كلام ربي. كم سمعنا آية أنا وياكم خلال اليوم، كم وكم. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ مرت عليك سناب كم مقطع صوتي؟ اسأل نفسك سؤال، بل لازم هالسؤال لازم يعني يصير فعل. ترى ضروري لي مني سمعت آيات تغير في قلبي. القرآن لو انزل على جبل لرأيته خاشع، متى لي سمعت آية غيرتني؟ متى لي سمعت آية انزلت دمعتي؟ متى لي سمعت آية زادتني العمل صالح أو قطعتني عمل سيء؟ متى يصير قلبي كذا؟ عينان لا تمسهما النار ذكر منهما عين بكت من خشية الله، العيون جفت لأن القلب ما سقي بكلام الله وارتوى فجفت العيون. فخلونا نعالج قلوبنا بكلام ربنا بالقرآن.